السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في طريقة أنا شفتها في اليوتيوب مش من اختراعي، لكن أنا بعيدها بطريقتي خطوة خطوة، ممكن يستفيد منها اليمنيين خصوصا في هذه المرحلة وغيرهم. طبعا نظرا يعني احتكار الغاز المنزلي أو انعدام الغاز المنزلي في اليمن، عندهم أزمة هذه الأيام يعني بشكل مخيف جدا، وإن توفر فيتوفر بأموال ومبالغ باهظة جدا، وصلت الأسطوانة الغاز إلى 9000 إلى 7000 وإلى 10000 ريال يمني. الكثير منهم لا يجد الغاز. في طريقة جميلة جدا، إذا قلنا نحتاج هذه، شو احتاجوا فقط هذا الدرام هذا تبع الصبغ الحجم الكبير، تمام؟ بعدين تعال قصه هنا، قصه بالطريقه هذه بحيث انه تدخل الماسوره هذه بهذه الطريقه فقط. ممكن تقصه طبعا بيدك، ممكن تقصه عند حداد بطريقه اذا تحتاج بطريقه فنيه، تمام؟ فقط يكون محتاج بهذا الحجم فقط. طبعا مثل ما تكلمنا الحين ندخل الماسوره بالطريقه هذه، ونجيب واحده ثانيه ونحطها بالطريقه هذه بالوسط بهذه الطريقه، تمام؟ تعال خالد، امسك خالد هنا. الان نجيب حشوه، الحشوه هذه عباره عن نشاره خشب، طبعا تاخذها مجانا من عند النجارين. هذه النشاره الخشب، واذا كانت يعني مطحونه بشكل اكثر من هذا تكون افضل. هذه تاخذها مجانا من عند النجارين اي محل نجارة، وتحشي هذا المكان. خلنا نقوم بحشو هذا المكان تماما. طبعا نضغط، لازم نضغط، نضغط بشكل ما تخلي اي مجال للاكسجين، لان النار بتعيش على الاكسجين، تمام؟ اضغط بقدر ما تستطيع، حاول انك تضغط، اضغط. يعني كل ما ضغط اكثر، كل ما استمرت معك ودامت ايام طويله. شفتم الحين بعد الضغط نزل المستوى، ونضيف ثاني مره، نحاول اكبر قدر ممكن، تمام؟ نضيف ثاني مره ونضغط ايضا. اليوم قلنا نخرج من الجو السياسي يعني المقاطع الفيديو السياسية اللي ما يعني وجع على الفاضي، نسوي حاجة يعني يمكن يستفيد منها المشاهد، تمام؟ الآن شفتم أيضا نضغط، نحاول الضغط أكثر وأكثر، ما نعطي أي مجال للأكسجين إنه يتنفس في الوسط. طبعا ضغطنا عدة مرات، وكل ما نزل مستواه نضغط، ضغطنا أكثر وأكثر، تمام؟ بالطريقة هذه تخلي مسافة حدود 5 سنتي. الآن ايش تسوي بالمسافة هذه؟ مسافة تجيب طين يكون متماسك، ما يكونش طين يعني يتقاطر منه الماء، يكون فقط مجرد متماسك، وتعبي هذا المكان، تمام؟ هذا صدقوني بتفيدكم كثير، وراح يمشي معاكم الكمية هذه، تمشي معاكم حدود يعني بتمشي معاكم تقريبا، الله أكبر الله أكبر، تمشي معاكم حدود أكثر من 10 أيام. كل ما كان كل على عملية الضغط على ضغط الحشوة، كل ما ضغطت أكثر بتمشي معاك أيام أكثر. طبعا شفتوا الحين كيف طلع الشكل. الآن سوينا الطين وضغطنا على الطين، تمام؟ ضغطنا الطين بالطريقة هذه. الآن شوفوا ايش بنسوي الآن، تعالوا اسحبوا هذه الآن، شوفوا نسحب هذه الآن بهذه الطريقة، بسم الله، تمام؟ طيب نسحب اللي تحت الآن، نسحبها بهدوء، طيب شفتوا الحين كيف؟ لأن نجيب ولاعة. الآن شوف طريقة الإشعال، جيب ولاعة على ورقة مثلا، بسم الله بسم الله، بنحطها هنا،
تمام انتظر شويه. انتظروا شويه بس. ايوه الان شوفوا الان شوف اللهب الان بيطلع. يا سلام شفتوا اللهب الان كيف طلعت؟ شفتم؟ شفتم الحين؟ هذا بالطريقه هذه وعاد يطلع كمان بالطريقه هذه الان بيستمر معاكم تستخدموه تقريبا لمده 10 ايام اسبوع الى 10 ايام. وكل اهم حاجه الضغط على الحشوه. كل ما ضغطت الحشوه اكثر كل ما استفدت منها اكثر. الان النار تطلع لا زالت تشتعل الان. شوف الان ممكن انت تسوي مثلا اي حاجه الان بتطبخ. يا سلام شفت الحين؟ اطبخ. اللي تريد الحين تطبخ. شوف الحين كيف؟ اطبخ عصيد، اطبخ اطبخ ايش يطبخوا؟ ايش يطبخوا؟ زوم، عركة، أي حاجة، شفتم الحين كيف الصورة؟ تنور. طبعاً كيف طريقة الإغلاق الآن؟ شوف الإغلاق مثلاً خذ معك طين ولا خذ معك شيء مبلل. شفتم الآن كيف الوضع الآن؟ شوف الآن كيف النار؟ الآن النار حتى ما في دخان، الدخان يطلع قليل جداً وصديق للبيئة بالطريقة هذه. وهذا يستمر معكم يعني تستخدم المدة تكلمناكم حدود تقريبا اسبوع 10 ايام كله. اهم شيء عمليه الضغط على الحشوه. كيف بنطفيها الحين؟ بكل سهوله. شوف بناخذ قطعه طين، تشوف اللهب ما شاء الله كيف بيرتفع. بناخذ قطعه طين او ناخذ منشفه مبلله ونضغط عليه فقط هنا. شوف انتهى الموضوع. انتهى الموضوع تماما بكل سهوله. تبغى بكره يعني تشتري بكره تجي تولع هذا يعني مره نفس الطريقه، تاخذ لك ورقه وتولع تشعلها داخل وصلى الله بارك وهكذا تستخدمها. وخلوا الغاز لمن استطاع اليه سبيلا، وهذا نعمه من رب العالمين. يعطيكم العافيه، ان شاء الله تستفيدوا منها لما يفرجها ربي. مع السلامه.